16 يوم هنا في العناية ولا في المستشفى؟ في العناية. الأطباء أكيد لو عايز يستخدموا الحوار. لا لا حتى من الدكاترة. أي حد الله يخليك. هو الحد الأمريكي بالعربي 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 القلب عالية. انتباه القلب عالية معايا. ماشي هو حالات القلب عندي 20%. فهو ضغطه دايما هابط خالص يعني 58 57 فاوقات قلب وقف شويه بس الحمد لله رجع يعني تمام. هو دلوقتي على حاجه اسمها خبطات من عندي ده ضغط. هو احنا اتطرد من النقاط العاليه. هو في يعني انتباهاته عاليه في جلطه فعلا كانت كلام رجعي لي لان انا كنت اتعرض في الدكتور ماشي. في عنده ميه كده موجوده في الشمال تشو وفي برضه في الرجل في الرجل كمان. فاحنا بنقلل الميه شويه عشان نساعد القلب هو يشتغل. موضوع الميه دي كبد لا هي قلب القلب هو اللي نفسه هو اللي خدها صوت يعني كفاءة عضلة القلب 20% هي القضية بتاعها بتروح لحد 70% هي 20% يعني يا دوبك الجسم برضه مفيش ولا طب ان شاء الله على معهد القلب يا باشا. ليه؟ تعبان جوي هنا. تعبان جوي هنا. 16 الناس يوم. الناس صارين على راحتك. 16 يوم يا باشا. ما انت 16 يوم ده ممكن يبقوا 20 يوم بس ابقى كويس. انما لو رحت معهد القلب في صفوف معاك، صفوف قبلك. هنا الناس مراعينك، وارد هناك ما تلاقيش العيال زي اللي هنا. ما تستعجل، ما تستعجل. عايز حاجة بس الكرسي تنفس. إن شاء الله. أنا عندي كرسي تنفس وراحت مني خلاص الدنيا كلها راحت. الحاج أنت أحسن بكتير دلوقتي. ها الحمد لله كتير من موضوع النفس دي واسع ميه على هي دي بتاع الشاي ده لازق ماشي بريد قليل كده ده اللي بينزل الميه شويه يعني طبعا ماشي بيدوب لو شد الميه هي مأثرة على الرئه مره واحده يضرك تمام هو بيعمل حاجه من ضغطك الواقع حاجه ما ينفعش اقول اكتر من كده.